جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسألون عن القراءة التي تعمل لمدة 3 أيام للشخص المتوفى، وفي اليوم الثالث من الوفاة يقوم أهل المتوفى بالذبح ويدعون الناس للغداء. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ما نعمله مع أمواتنا من قوله ومن فعله عليه الصلاة والسلام. فالميت حينما يموت يسارع في تجهيزه من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، حمله ودفنه على الصفة المشروعة، والدعاء له والاستغفار له والتصدق عنه والحج عنه أو العمرة له. كل هذه أعمال وردت بها الأدلة وأنها تعمل للأموات ويصل ثوابها إليهم إذا تقبل الله سبحانه وتعالى ذلك. فالمدار على اتباع السنة، نحن لا نفعل شيئا ليس فيه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي ينفع الأموات إذا تقبله الله إنما هو ما وردت به السنة وقام عليه الدليل، وأما ما لم يقم عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله فهو بدعة لا يصل إلى الأموات منه شيء، وهو أيضا يؤثم الأحياء الذين يعملونه ويضللهم عن سبيل الله. فلا خير في البدع لا في حق الأحياء ولا في حق الأموات. البدع إنما هي ضلال، كل بدعة ضلالة. وعمل هذا الاحتفال بعد 30 أو بعد 40 أو بعد سنة وصناعة هذه الأطعمة وذبح هذه الذبائح، كل هذا من البدع. ولو أنهم بدلا من ذلك تصدقوا بهذه الأطعمة وهذه الذبائح، تصدقوا بها على الفقراء على نية أن أجرها للميت، لنفعه ذلك بإذن الله. وأما إذا قاموا بها بدعا فإن هذا لا ينفع الميت ولا ينفع الحي، بل يضر الأحياء ولا ينفع الأموات، لأنه غير مشروع. وما دام أنه غير مشروع فإنه بدعة، والبدعة فيها إثم، بدل أن يكون في عملها أجر يكون فيها إثم عظيم. فالذي ننصح به هؤلاء أن يتركوا هذه العادات البدعية، إذا أرادوا النفع لأمواتهم فليستغفروا لهم وليسددوا ما عليهم من الديون والحقوق التي في ذممهم، وليتقربوا إلى الله جل وعلا بما شرعه الله، ويهدوا ثوابه إليهم كالصدقة والحج والعمرة والأضحية. كل هذه إذا عملت بنية أن أجرها للميت وتقبلها الله سبحانه فإنها تنفع الأموات. وأما هذه الاجتماعات وهذه الاحتفالات وهذه المناسبات فكلها لا خير فيها ولا نفع فيها، بل فيها الضرر وفيها الإثم، ولا عبرة بعوائد الناس. وإن تطاول عليها الزمن وعمل بها الأكثر فإنها لا عبرة بها ما دامت مخالفة لهدي الكتاب والسنة. فالخير كله في اتباع الكتاب والسنة، والشر كله في البدع، كما قال الشاعر: وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. نعم.